نحر وطعنات بالسكاكين نالت من جسد الشاب مرتضى الذي فارق الحياة بعد خلاف بسيط مع مجموعة شباب انهالت عليه ضربا حتى الموت، تاركا خلفه صيحات وأنين أهله ومحبيه. جريمة هزت النجف، يروي ذو المغدور تفاصيلها مطالبين بالإسراع في القصاص من الجنت. طلع على طريق الكوفة، صار ما عندك احتكاك وشخص تصير هاي، يقول لك تم سيارات وتصير هاي مثلا، هذا وازاه هذا طلع قدامه وما قعدنا صبر احنا، هذا يشمر ايده وهذا يغلط وهذا ما اعرف ايش، تابعوا عليه تابعوا وين راح وين اجى، هو بعد مكان يعني مع يعني مع العلم شاعر المحافظه بدوريات وببيت المحافظ يقدر يصفط يمهم يقول لهم دولو سلابه دولو ارهابيه دولو كذا، فارتبك ارتبك ما اجى غير وصل محل عمله، يدي وصل محل عمله، من وصل محل عمله نزلوا عليه ثلاث نفرات بالسكاكين دق على رقبته وعلى قلبه وعلى هاي الجهه الثالثه، يعني ادفتهم القاضي ليش التاخير هذا؟ هذا التاخير ليش؟ شلون تبرد قلوبتنا؟ شنو سبب هذا التاخير؟ لا اسمع، لو صار بابنك هسه قائد الشرطه صار بابنك، اطالب الاستاذ الطيب الفاضل مصطفى الكاظمي، مثل ما طلعت حق الاعلامي انتم اعلاميين ومثل ما وقف لكم من الإعلامي وطلع حقه وعدمه هم يعدمه ويعدمه بهذا المكان. حالة من عدم الانضباط الأمني شهدته النجف خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من مخلفاتها هذه الجريمة التي راح ضحيتها مرتضى وهو بريعان شبابه. مناشدات إلى المرجعية الدينية والسيد مقتدى الصدر للتدخل وإنقاذ هذه المدينة رفعها مواطنون علها تنهي مسلسل الجرائم التي سجلتها المحافظة في الآونة الأخيرة. نحن نعيش في مدينة ذات طابع ديني، نهيب بالمرجعية الدينية العليا وعلى رأسها الإمام السيد السيستاني وسماحة السيد مقتدى الصدر وجميع الشخصيات الدينية أن تكون لهم وقفة، وقفاتهم حقيقة مشهودة في كل مجالات الحياة، تكون لهم وقفة لحماية هذه المدينة لا سامح الله من الانحدار الأكثر. والله خطر على كل المجتمع، على كل شبابنا. اليوم 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 الشباب، هذا الشاب انقتل من عندنا، باكر من غير عشيرة ينقتل، باكر من غير عشيرة ينقتل. إذا ما نخلي حد لهذه المشكلة، والحد يكون أن يجب أن يتعاونون أبناء المدينة مع القوات الأمنية. نحيب وذرف للدموع وصرخات غاضبة، هذا ما تبقى لذوي مرتضى الذي ترك حياته وذكرياته دون سابق إنذار، فظل دمه شاهدا على بشاعة موته وحرارة فقده. من النجف، محمد رزاق، التغيير.